واللي يتصور وبكل مسؤولية أن المشكلة بالواجهة السياسية السنية قضية إزالة الحلبوسي بتوهم. الواجهة السياسية الشيعية تعيش خلافات على هذا القرار الآن. وبضم الأخبار التي تقال هنالك قيادات بالإطار التنسيقي تتعاطف تميل باتجاه مرشح مجلس النواب القريب من إيران، هذه حقيقة. صح، أنا قلت لك لا تتصور الخلاف. انخلقت مشكلة بالواجهة السياسية السنية بالشيعة، بالعكس الشيعة يتباكون على الحلبوسي. احنا ما نريد نسمي اجتماعات تعقد داخل الإطار، ينعزلون أربعة يجتمعون سوى، شلون ينقذون الحلبوسي؟ هم وعبهم بالحلبوسي. لكن أنا خلي أذكرك بقضية وفي هذا البرنامج تحديدا، وقبل ستة أشهر كان معي ضيفا قيادي في الفتح في الإطار التنسيقي قبل ستة أشهر، قال اليوم أمس، لأن كان الأحد برنامجي، أول أمس كنت قد صليت وراء مجلس رئيس مجلس النواب الجديد قبل ستة أشهر من إقالة الحلبوسي. بمعنى يستقرأ من هذا الخطاب، هو ما زال حيا يرزق وأنا ما زلت حيا أرزق، والأرشيف لدى قناة التغيير، بمعنى الأمر كان مخططا له هكذا. إذا لماذا يتباكون؟ لم كان مفاجئ من القضاء، يتباكون المصالح اللي انتهت. أنا أسأل الشيخ الجغيفي، أنا أسأله سؤال. أي الأنبار ولايته وقريبة عليه، بالله العظيم يا أستاذ نجم مراسل دزة، شوف الأملاك اللي منحها الحلبوسي القادة الشيعة غير الحواشي. أي وخل تطلع الفضائح، ايش ينطي رواتب؟ فمن أقول لك المشكلة دائما أكرر وياك التخادم. هذا التعاشق بالمصالح بعد ما خلانا يجب أن نختلف. عذراً على لأن السؤال الأستاذ خالد يقول أنه أكو تخادم بين الساسة، بين الساسة. نعم. يعني الساسة كلهم عراقيين بالنتيجة. نعم. أنا ما أعلم إذا أكو ملك لي، يشهد الله أتحاسب أمام الله، ملك لي سيد الحلبوسي مالك أحد قطعة أرض أو عقار لشخص شيعي. لكن بنفس الوقت هم أريد أسأل سؤال. أي. إحنا إذا عراقيين، مو المفروض تكون المحكمة الاتحادية اللي جدل عليها حاليا أن تكون قضاة عراقيين بدون مسميات؟ أي المفروض تكون المحكمة الاتحادية من قضاة عراقيين زهاء يقعدون بالمحكمة الاتحادية؟ هي المحكمة الاتحادية نفسها من 9 قضاة، 5 شيعة و3 سنة و1 كردي. ده نجم. أيوة. يعني اصلا القاضي اجى عن طريق المحاصصه، هاي وحدها مو كارثه العراق، هاي مو جديده يا شيخنا، هاي مو جديده، هاي من 20 سنه هذا الشكل، هذا التقسيم بكل المراحل بكل السلطات، هذا التقسيم. انا جاي اتكلم عراقيا، اتكلم انا كعراقي، من اشوف المحكمه الاتحاديه اللي المفروض نحتكم الها ولقراراتها وعلى عيني وعلى راس القضاء، من أشوف الأسس بهالطريقة محاصصات، إذن شو راح تطلع النتائج؟ هذا من باب